آه أنا زهقت من أم الشغلانة دي، وأنا كل شوية هودي طفل ضعيف عند دار الأيتام في يا حكاية الأطفال الضعيفة اللي بتولد دي. خير، أنت هتجيب لي طفل تاني؟ هو حكاية الأطفال الضعيفة اليومين دول؟ مالك؟ كل شوية أهاليهم يتبروا منهم؟ ما أنت عارفة بقى إن أي طفل بيتولد قوة التنين اللي جواه 0% بنديه لدار الأيتام عندك، وانت بقى تتصرفي فيهم بأي طريقة. اتصرف فيهم وانت هتديلي الضعاف على طول كده؟ مفيش واحد حتى يقوته 5% على بعض. لا اعمل لك ايه طيب انا بقى؟ يلا خديه، انا زهقت من دي شغلانة، وانا كل شوية ويجيبوني ويودوني. هات يلا اتكل على لوكتك القرف. قرف لما يرفك، عذبيهم بقى، خليهم يكرهوا نفسهم ويموتوا، لان مينفعش يعيشوا في المدينة. المدينة كلها اقوياء ما عدا الناس اللي عندك في الملجا، كتكون قرف. اخ طفل تاني هينضم للمجموعة اللي فوق. يلا شكلك مستفز لحد دلوقتي كده. في 3 قوتهم 0%، المفروض ان احنا نموتهم، بس القانون الجديد قال اللي احنا نرقف بيهم ومش هنقتلهم علشان من حقهم انه ما يعيشوا. انا مش عارفة اصلا هيعيشوا ازاي، وانا ايه اللي مخليني اصلا شغالة الشغلانة دي؟ اهتم ليه انا باطفال قوتهم 0%؟ اكيد هيتعبوني. اما نشوف لما يكبروا هيعملوا ايه. 3 اعبط من بعض. انت يا بنت هتسلمين الحيوان بتاعك ولا موتك بالسيف بتاعي؟ انت والحيوان، حيوانك ده شكله مش اليف ولكن هينفع معايا، انا هربيه واخليه حيوان شديد وقوي واخليه شرس. هتسلمين الحيوان بتاعك ولا لأ؟ لا حرام، بالله عليكو حد ينقذني بسرعة. هي ما تقلقيش، كل حاجة تحت السيطرة. عمر بويكا جه بيوت التنين الناري. واو عمر بويكا، انا بجد مش مصدقه، عمر بويكا البطل الخارق، انا فرحانة جدا اخيرا حد جه ينقذني. مش عيب ان انت تحاول تثبت واحدة وهي اضعف منك. عمر بويكا البطل الخارق، اهلا وسهلا. ايه عايز تلعب معايا ماتش وهتتحول لقوة التنين؟ تعال نشوف، وانت عارف كويس ان قوة التنين بتاعتي اقوى من قوة التنين بتاعتك كتير. يبقى يلا نشوف، انا هتحول لك دلوقتي. تحولت. يلا انا جاهز لك. وانت فاكر ان هيئة التنين بتاعتك هتبقى اقوى من هيئة التنين بتاعتي؟ هوريك هيئة تنين النار. ايه رأيك كده، خايف ولا مش خايف؟ واو قوة تنين النار، لا مستحيل، انا كده هيتقضي عليا بضربة. واو البطل اتحول قوة تنين النار، انا بجد مش مصدقه. ودلوقتي جه معاد ان يتقضي عليك وتنضم للمجرمين في السجن، العدالة موجودة هنا. ما كفاية صداع، في ايه كتكون قرف؟ ايه ده انتوا التلاتة، وانتوا هتفضلوا تلعبوني كده؟ ما كفاية تمثيل. هي انت ليه فصلتينا طيب كده؟ ما انت عارفة ان احنا بنلعب. بتلعبوا وعاملين لي دوشة، انا زهقت وتعبت، دماغي صدعت. وانتوا فاكرين نفسكم اقوياء؟ انتوا ضعاف، انتوا مش اقوياء، مهما فضلتوا تعملوا كده وتلعبوا ان كنتوا ابطال خارقين، انتم كلكم ملكوش اي 30 لازمة. اقول لكم على حاجة، انتوا عارفين انتوا جيتوا هنا ليه؟ بكل بساطة انتوا عايشين معايا هنا علشان انتوا قوتكم 0%، مش عارفين تتعايشوا برا فبتتشطروا على بعض هنا، وعمالين بتمثلوا ان كنتوا ابطال خارقين يا عيال يا ضعيفة. فايه اختش على نفسكم شوية، قوتكم محصلتش حتى 0.5%، دي 0 يعني مش 1، دي 0. ايوه بس انت ليه بتقولنا كده؟ المفروض ان انت ما تحبطناش، احنا بنحاول نكون اقوياء وكمان بنتمنى، مش كفاية ان احنا كل يوم بناخد منك الكلام اللي انتوا بتقوليه ده وكله احباط؟ علشان دي الحقيقة يا سوزي، دي الحقيقة، وتقبل الحقيقة. اهليكم اتخلوا عنكم علشان انتوا ضعاف وقوتكم 0%. هاي بس انا ضد الكلام اللي انت بتقوليه ده، مش معنى ان احنا ضعاف اهلنا يتخلوا علينا. ويا ريت ما تجيبيش بقى سيره اهلنا، مش انت المفروض اهلنا؟ ولا انا غلطان مش فاهم يعني؟ ايوه المفروض ان انت اللي مربيانا، ليه بتعاملينا كده؟ علشان انا بربيكم وانا مكبره، انا محبطه اساسا، محبطه في حياتي كلها، لان انا شغاله شغلانه ملهاش 30 لازمه، وانتوا فاكريني بحبكم؟
انا بكرهكم من اول ما انتوا جيتوا الملجأ اصلا، لان زي ما تقولوا كده انتوا منبوذين، يعتبر اخركم بتتحولوا الشكل بس، مش عندكم قوة حتى. يلا كتكون قرف لما يقرفكم، مش عايز اصداع. هي ليه بتعاملنا كده وليه بتحبتنا كده والكلام اللي كله احباطنا؟ فايه لما نبقى ابطال خارقين؟ اسمعوا انا بكل بساطة كده مش عارف انتوا ليه بيأثر فيكم الكلام ده، المفروض ان احنا ما يأثرش فينا الكلام ده، والكلام اصلا ملوش 30 لازمة. احنا المفروض نكون احنا اللي احنا عايزينه، كل واحد جوه التنين بتاعه ويقدر يتحول للتحول بتاعه، هي دي اهم حاجة. لكن انك تكون قوي وقوتك تبقى فوق 50% دي حاجة ترجع لك انت، وتقدر كمان تخليها 100%. الكلام اللي بتقوله دوت لو احنا ما بنقدرش نتحول لتنانين ونبقى مختلفين عنهم. انا مقدرة يا عمر انك بتحاول برضو تشجعنا، بس هي عندها حق في كلامها، احنا فعلا قوتنا 0%. سوزي صح، انت قلت ان احنا قوتنا 0%، ولكن على الاقل بنقدر نتحول، هي دي اهم حاجة. اما بقى القوة فاحنا نقدر نزودها ونخليها 100% كمان. طموحات، يا رب اكون طموح زيك كده واكون عندي شغف بدل ما الشغف اتعدم في حياتي بسبب الست دي. طب بتكرهينا؟ بتربينا ليه؟ انا مش فاهم، انت بتكرهي الناس وبتكرهي نفسك وبتكرهي حياتك، يا ستي بتربينا ليه؟ ما تشوفي شغلانة تانية وهتقلنا واحدة تانية تعيش معانا افضل. مش كفاية مستحملين اكلك بقالنا 15 سنة، اكلك كله زي الزفت، بناكل وبنرجع بعدها الاكل على طول، كاتكن القرف. هاي اسمعوا انتوا الاتنين، ايه رأيكم ان احنا نهرب من هنا ونكمل حياتنا برا ونعيش مع بعض؟ احنا كبرنا على فكرة، احنا 3 اخوات وكبرنا وعندنا 15 سنة دلوقتي، مش كفاية مش عايزين حتى يدخلونا مدرسة؟ ها مين معايا نهرب بالليل؟ ها انت ايه اللي بتقوله ده يا عمر؟ احنا عمرنا في حياتنا ما فكرنا في حاجة زي دي، انا خايفة نعمل مشكلة، ولو هربنا هنعيش ازاي؟ ما تقلقيش يا، احنا مش صغيرين هنقدر نعيش. ها قلت ايه سامح؟ انا بصراحة تعبت من العيشة اللي هنا، وهنقدر نعيش. ايوه احنا مش كتيانين ومش ضعاف، احنا نقدر نعيش. انا معاك يا مورا، بس انا خايفة بجد. هي ما تخافيش، احنا معاكي واحنا التلاتة مع بعض، وطالما احنا مع بعض ما تقلقيش، وانا كمان معاك، خلص الموضوع. ماشي انا معاكم. يبقى على بالليل هنهرب مع بعض احنا التلاتة ان شاء الله، وهنبقى اقوياء. هي اصحوا يلا بسرعه، هي بسرعه قوموا، الليل جه والمفروض ان احنا نهرب دلوقتي. انتوا برضو متاكدين من اللي انتوا عايزين تعملوه؟ مش هنرجع في قرارنا خلاص يا سوزي، مش هنرجع في قرارنا، احنا قررنا قرار انا وانتي وعمر وخلاص، احنا الثلاثه اخوات، وطول ما احنا مع بعض مفيش حد هيفرقنا غير الموت. ما علشان كده احنا مش عايزين نموت، انا هو ده بس اللي انا خايفه منه، انا مش عايزه اموت بس يا عمر، مش اكتر انت وسامح، علشان خاطري لو الموضوع ده فيه تهور فخدوا بالكم منه، انا ماشيه معاكم وخلاص عشان انتوا اخواتي. يبقى انا عايزك بقى ما تلاقيش وتمشي ورانا وخلاص، سيبي لنا الموضوع ده. يلا بينا نخلع. ربنا يستر. ودلوقتي يلا بينا نهرب مع بعض بالراحه خالص، من غير ما هي تصحى، يا الحمد لله نايمه ومش صاحيه دلوقتي خالص، هي كده اصلا بتروح عليها نومه. انا بجد مش مصدق ان هيجي اليوم ان انا اهرب واخلع من الولايه دي. استنوني طيب، انتوا هتمشوا من غيري ولا ايه؟ محدش يمشي ويسيبني، واحنا بنعمل ايه هنا؟ بس يلا نمشي. اخ قد ايه فعلا انا بكرهك، ودلوقتي تعالوا يلا بينا نمشي. الحمد لله هربنا واخيرا. لو تعرفوا سعادتي قد ايه مش هتصدقوا. وانا كمان، انا بجد مش مصدق ان انا مش هاكل من اكل الولايه الرخمه دي تاني. ايوه بس كنا على الاقل بناكل، واحنا دلوقتي هربنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح فين؟ هنعيش فين؟ ما احنا حتى مفيش حتى مكان ان احنا ننام فيه. ايه معقولة هننام في الشارع؟ ما تقلقوش، حكاية النوم ديت سيبوها لي، وانت بقى حكاية الاكل عليك انت يا سامح. ماشي ما تقلقوش، انا هتصرف يا اخواتي، بس هاتلنا بس مكان عايزين ننام فيه عشان انا اموت وانام. عندي مكان جامد، ما تقلقوش، مكان ولا فندق 5 نجوم، يلا بينا. زي ما قلتلكم، ايه رأيكم في المكان؟ المكان كمان في سقف وزي الفل، يعني احسن بصوا مما فيش. نعم انت بتهزر، مكان اللي من غير فلوس؟ السقف مخروم يا عم، ده لو المطره مضطرت تنزل علينا ميه والشبابيك مكسوره اصلا. ايه ده، هو ده اللي فندق 5 نجوم؟ انا ما توقعتش كده ابدا، شفتم قلت لكم شكلنا هنهلك. فايه لما كنا نقعد في الملجا؟ ما تيجوا نرجع بسرعه، يا لسه ما صحيتش اكيد، ما تيجوا نرجع. بقول لك ايه بقى سوزي، موضوع الرجوع ده منتهي تماما. ها
سيبنينا في اللي احنا فيه. ايوه يابا، ايه اللي انت جايبنا فيه ده بقى يا عم؟ يا عم والله مكان حتى ببلاش ومش هندفع فيه جنيه، انت متضايق ليه؟ ده كمان انا بخطط لخطه جامده. ادينا بخطتك خير، اللهم اجعله خير. بصراحه كده انا قررت قرار، وهو بصراحه ان احنا نقدم في مدرسه تعليم التنانين. لا 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 لا، دماغه خرفت على الاخر يا سوزي، بالله عليك شوف اخونكي. انتوا برضو انا عارف انكم هتقولوا كده، بس بصوا مش احنا قوتنا صفر، بس كل واحد بيقدر يتحول للتنين بتاعه، وكل واحد عنده قوه التنين. فبكل بساطه كده لو قدرنا نطور القوه بتاعتنا هنقدر نعيش ونتعايش ونبقى ابطال خارقين، بدل ما احنا بنمثل ان احنا ابطال. ايه رايكم؟ انا مش عارفه، مش انتوا اللي عايزين نمشي وراكم؟ اديني مشيت وراك اهو. وانا كمان مشيت وراكم ومشيت وراه، بس خلاص ايه الخطة؟ ادينا معاك يا معلم. بس انا عايز كلمة اديني معاك. دي عندي بالدنيا. يلا بينا. واو، انتم شايفين مدرسة الدراجون؟ انا بجد مش مصدق ان احنا خلاص هنخش مدرسة التنانين، وساعتها قوتنا ممكن تبقى 100%. انتم متخيلين؟ ده قنبلة التحفيز. واو، شكلها جامد فونتيكا. انتوا تعتقدوا طيب ان ده هيأثر في قوتنا؟ يعني ده هيدينا قوة؟ سوزي خليكي متفائلة بقى، ما تبقيش كده. انا بجد مش مصدق ان احنا في عمرنا لو سننا ده هنخش مدرسة التنانين. ساعتها اي حد يقدر يكلمنا ويقول لنا انتوا قوتكم 0% وخارجين من ملجأ، هدينه على وشه. بس اهم حاجة ان احنا نخش المدرسة ونكون مع بعض متكاتفين، فاهمة؟ فاهمة، ما تخافيش من حاجة، طول ما احنا مع بعض صدقيني مفيش حد هيقدر يهزمنا. ايوه هنحط على كل البشر. على رايك، على رايك فعلا يا سامح. يلا بينا علشان نخش المدرسه. بس لحظه قبل ما نخش المدرسه، حابب ان انا اوقف الفيلم هنا عشان بس امسي عليكم واقول لكم ويا مساء السعاده بكميات زياده، عاملين ايه احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيلم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو انت لسه ما خبطتش لايك مستني ايه؟ انزل يلا اخبط لايك دلوقتي، ما تخافش لايك بلاش مش بفلوس ومش هتتكهرب ومش هتتعد. يا ملوك السعاده انا بجد بجد حابب اشكركم جدا 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 من كل قلبي على الدعم اللي انتوا بتعملوه لي ده، والله لو تعرفوا انا بحبكم قد ايه، والله العظيم ما حد فيكم هيصدق. يعني الكومنتات اللي انا بشوفها انكم كلكم بتقولوا يا عمر ابويك احنا بنحبك واستمر يا اسطوره، والكلام اللي انتوا بتقولوه الجامد دوت، يعني اقل حاجه اني اقدر اقدمها لكم هي ان انا اساعدكم واوزع لكم روبوكس. فبصراحه كده انا الحمد لله حطينا في الجروب 10,000 روبوكس، زي ما انتم شايفين كده قدامكم هو بالظبط يا ملوك السعاده محطوط بالظبط 10,000 روبوكس، ولكن ان شاء الله هنقدر نوزعهم بعد 3 ايام تقريبا، 5 ايام حاجه زي كده. فادينا كده كده مستنيين، احنا هنبدا ان شاء الله نوزعهم اول ما نتم النص مليون ملك وملكه سعاده. فانت كل اللي عليك انك تعمل شير ولايك علشان نقدر نوصل نص مليون في اقرب وقت ممكن، وكده كده ال 10,000 دول ليكم انتم اصلا ان شاء الله، ديت اقل حاجه اقدر اعملها لكم عشان بحبكم. وصح يا ملوك السعاده، بالمناسبه الناس اللي بتقول لي يا عمر ابويك في الكومنتات احنا عايزين سكنك، عايزين نجيب السكن اللي انت لابسه، تعال اقول لك ازاي تجيب السكن بتاعي وكمان بخمسة روبوكس بس، تعال كده معايا هقول لك ازاي. شوف كده بكل بساطه، انت اول ما هتخش عندي على الحساب اللي في روبلوكس، انا هحط لكم برده تحت في اول كومنت، هتلاقي هنا اسمي عمر بويكا 0112، الاو كابيتال والبي كابيتال وبعد كده كل حاجه سمول. هتنزل تحت هنا كده شويه هتلاقي هنا الجروب، تمام؟ هتدوس على الجروب وبعدها هتيجي هنا كده على الستور، الستور هتدوس عليه هتلاقي فيه السكن بتاعي على طول. ادي هنا التيشيرت وادي هنا البنطلون، حلو، بخمسه روبوكس بس. فهي دي بقى ملوك السعاده الطريقه اللي انتوا هتجيبوا بيها السكن بتاع عمر بويكا. علشان بس الناس اللي سالتني وهي افتكرتني ان انا بطنش ولا حاجه، بس بنسى ان انا اقول لكم في الفيديو. فيلا دوس اللايك بتاعك الجميل وتخش الجروب، وان شاء الله يكون من نصيبك انت الروبوكس دي. عمر، هما المفروض هيبداوا الحصه امتى؟ انت ما تعرفش؟ بصراحه مش عارف هنبدا الحصه امتى، بس ادينا مستنيين. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، اسمعوا انتوا الاثنين، محدش يعرف ان احنا كنا عايشين في الملجا ولا ان احنا جايين اصلا من هناك، ومحدش يعرف ان احنا كانت قوتنا صفر، ها انتوا فاهمين؟ علشان لو يعرف هيرفضونا من المدرسه. امال انت قدمت ازاي يا عمر؟ انت قلت لهم ايه وانت بتقدم؟ قلت لهم ان احنا قوتنا يعني في حدود مثلا لحد 30 40 ولسه عايزين نطورها. انا مش فاهمه، يعني هما ما دخلوكش اختبار ولا حاجه؟ انا مستغربه يعني ازاي قبلونا كده احنا الثلاثة من غير اي اختبار؟ علشان بكل بساطه يا سوزي محدش بيهرب من الملجا، عايز اقول لك ان احنا اول ناس نهرب، وارجوك بقى ما تتكلميش في الموضوع ده واحنا هنا، ها حاولي كده بين الابتسامه على وشك علشان محدش يكشفنا. وبعدين لحظه، هو ده ماله؟ ده ماله ايه؟ انا شايف دلوقتي ناس اقوياء قدامي، قوتهم اكيد معديه جامد واحنا ما نعرفش. سامح، احنا المفروض ان احنا ما نكلمش حد، ها احنا جايين هنا علشان نتعلم ونمشي. ما تلاقيش محدش هيكشفنا، تعالوا. يا لهوي، هو الحق يا عمر الحق بسرعه. روحنا في داهيه،
رحنا في 60 داهية كمان مش داهية واحدة. ازيكم؟ هو انتم المفروض ان انتم قوتكم كام في المية؟ ها انتم اقوياء، واضح من قعدتكم في طاقة خارجة منكم مرعبة. مين ده؟ تعرفه؟ لا معرفوش. هو صاحبك؟ ازاي صاحبي وانا بسألك انت تعرفه؟ انت جديد معنا هنا يا؟ ايوه جديد معاكم جديد، وعايز اسألكم عن قوتكم، ازاي طورتوها؟ انا بسرعة لازم الحق عشان هيودينا في مشكلة. هي ازيكم يا شباب، اهلا وسهلا، احنا الطلاب معاكم الجدد هنا في المدرسة، وده اخويا سامح. دوت اخويا، وكان بس ايه الفكرة كلها ان هو يعني مخضوض من عضلاتكم، عشان انتوا شايفيننا من غير عضلات، لكن قوتنا على فكرة قوتنا مرعبة. قوتنا مرعبة ايه ده؟ احنا قوتنا صفر. قوتكم صفر ازاي ودخلتوا المدرسة؟ بيهزر، هو يقصد صفر قدامكم، لكن مش صفر صفر في العموم. طب خليه بقى ياخد باله من كلامه، لان المفروض ان قوتهم صفر ما يخرجوش من الملجأ ويفضلوا قاعدين هناك. هو انتم منين؟ اوعى تنطق ولا كلمة، عشان لو نطقت هنروح كلنا في داهية. انا اسف، بس كنت نفسي اكون زيهم. احنا اصلا من مدينة بروكهيفن، بس من فوق خالص، من شمال بروكهيفن، وجينا هنا عشان نتعلم في المدرسة ازاي نطور قوتنا اللي هي اصلا قوية. يا بنت اللعيبة سوزي، بقيت تعرفي تردي. طب بصي يا انت وهو، وهي كمان معاكم بالمرة، الواد ده لما يشوفنا قاعدين لوحدنا ما يجيش انا تاني، لما قسما عظما هعمل منك بطاطس شيبسي. عارف يعني ايه بطاطس شيبسي؟ يعني هفرمك. احنا ما نقصدش ابدا نضايقكم. مفيش حاجة اسمها ما تقصديش تضايقينا، احنا اتضايقنا خلاص ان كنتوا جيتوا وعكرتوا مزاجنا. بقولك يا روك. نعم. ما تيلا نوريهم القوة بتبقى عاملة ازاي، علشان البنت دي كمان فكرتني اقولك بمين، بالعيال الصغيرة المستفزين اللي دايما بيقابلوني في الشارع وبيبقوا عايزين يتصوروا معانا عشان قوتنا، عيال ملقاش عازة. ماشي، تعال نستعرض قوتنا عليهم. هاي مش معنى ان احنا شكلنا طيب يبقى ان كنتوا تضايق اخواتي. لما تعوزوا تعملوا اللي انتوا عملتوه انكم تضايقوا اخواتي، يبقوا تقضوا عليا الاول، وبعد كده تبقوا تفكروا ان انتوا اصلا تتكلموا مع اخواتي. ابو قلب جامد ده. واضح ان احنا عملنا مشكلة. انا عملت مشكلة، يا نهار اسوح. عمر، احنا مفيش حاجة، احنا مش متضايقين خالص، هما بيهزروا معانا. عادي، ممكن تكون انت مش متضايقة، ولكن انا متضايق، لان بكل بساطة انتوا اخواتي، ما اسمحش ان حد يتكلم معاكم بالاسلوب ده. طيب ورينا نفسك، خد دي. ايه القوة دي؟ انا ما شفتش كده. علشان تبقى تحرم. ايه عايز تعمل بطل قدام اخواتك؟ ولكن للأسف اخواتك ذات نفسهم اخرهم بس انك انت تصعب عليهم، مش هيقفوا معاك لان هما شكلهم ضعاف. وريني قوتك، قوتك كام في المية يا؟ قوتي 30%. 30%؟ دي منظر قوة 30%؟ خد امسك، خد انت كمان، خد علشان تبقى تحرم تعمل اي حاجة تاني. خد كتك القرف. لا، بيضرب عمر، بيضرب اخونا، وكل ده بسببك انت. انا السبب في ده كله، ولازم اساعد اخويا، ما خلوش يتضرب. هاي مشكلتكم معايا انا، سيب اخويا في حاله. الله، الحق ده يلا عسليات، الحق اخوه. سامح، امشي بسرعه، سيبك منهم بسرعه، روح كلم المدير. لا، انا دافع عنك اخويا. مش انت لوحدك، انا كمان هدافع معاك، استخدم قوه تنيني. شكلكوا اقوياء موت. اقوياء فورتيكا. هو ده اللي حصل بالظبط يا مستر، هما ضربونا على فكره، وبكل صراحه كده انا جاي اشتكي لك، انا جاي اقول لك على كل حاجه. بصراحه يا مستر احنا جايين علشان نشتكي لك، وعايزين ناخد حقنا، عايزينك تاخد حقنا يا مستر. قولوا لي قوتكم كام في المية؟ قوتنا كام في المية؟ قوتنا 30 يا مستر، قوتنا في حدود اللي هو 30% بالظبط يعني. اذا كان العيال اللي انتوا واجهتوهم قوتهم 40، ازاي يعملوا فيكم اللي عملوه ده؟ احنا اتقفشنا ولا ايه؟ اتقفشنا؟ اسمع يا عمر، انا عارف ان انت لما جيت قدمت للمدرسة كانت قوتك 0%، ولكن بكل بساطة انا قبلتك انت واخواتك لاني شايف جواك انك نفسك تبقى قوي، وظهر في عينيك وانك مش عايز تبقى ضعيف وان يبقى الناس متحكمة فيك، علشان كده قبلتك. اوعى تفتكر اني مغفل، وان انا كنت فاكر ان قوتك فعلا 30%. ايه ده؟ يعني ده كله كان عارف؟ بس فهمت، لكن انك تبقى
نفسك تبقى قوي وما تعرفش تعمل حاجة قدام العيال دي، فانت كده فعلا ضعيف وخيبت املي فيك. انا مستر بجد انا مقدر ان انت قابلتني، وشكرا على اللي انت عملته معايا. انا ما كنتش عارف انك عارف كل ده. انا فاكر ان انا هعرف اخش المدرسة بالطريقة دي، لان بصراحة حلم انا واخواتي اللي احنا نطور قوتنا، ولكن للأسف انا ما سكتش لما هم زعلوا اخواتي. انا بس كل اللي انا عايز اعرفه ازاي اطور قوتي بدل 100-0، عايز اوصلها 100%. يبقى لازم تروض التنين اللي جواك. ها؟ يعني ايه؟ يعني تقصد يا مستر ان اشوف التنين اللي جوايا؟ ايوه، انك انت تروض التنين وتخش جوا نفسك، ساعتها هتخليه يعمل اللي انت عايزه. الترويض هو اساس القوة، فاهم؟ فهمت يا مستر، بس دي عاملها ازاي؟ خش جوا نفسكم، قابل تنينك، وكل واحد يقابل تنينه. لو قابلتوا التنانين اللي جواكم ساعتها هتطوروا من نفسكم جامد. واو، اعتقد ان انا مش فاهم اي حاجة، مش فاهم اي حاجة خالص، وما فهمتش اي حاجة من اللي هو قالها. يعني اخش جوا نفسي واروى التنيني، وانا اخش جوا نفسي ازاي اصلا؟ انا برضو مش فاهمة، بس اكيد يقصد ليه علاقة بانك انت تنام وتقابل التنين. ما انا برضو مش فاهم، ما احنا ياما بننام، واحنا عايشين ازاي؟ ما احنا بننام ونصحى، ولما بننام بنحلم باحلام عاديه، مش بحلم بتنيني. او فعلا زي ما قال سامح، انا مش فاهم، هو لسه مش عارف اوصل للمعلومه، بس كتر خير ان هو اصلا ادانا معلومه. يعني مش فاهم برضو. المفروض ان انا اقابل التنين، احاول بقى اقابل التنين عن طريق ان انا مثلا انام واركز في الحلم، صح؟ اركز في الحلم واحاول احلم بالتنين بتاعي. طيب ولا ايه؟ ممكن تكون لي علاقه بالتامل، نتامل وننعس، ولما ننعس نخش جوه نفسنا. يا عم اللي انت بتقوله ده شغل افلام ياباني ده. ما انا مش عارف، ما انا بقول على الافلام اللي انا بتفرج عليها. سيبك من الافلام خالص، خلينا بقى في الجد شويه. ندينا كده 5 واقع، نخلينا في الواقع شويه، 5 كده، ولما نلاقي نفسنا فهمنا هنعرف نقابل التنين. يبقى حلها ان احنا ننام ونصحى ونشوف هيجرى ايه. هي لحظه انا فين؟ ها؟ هي ايه الهيئة اللي انا متحول لها دي؟ انا متحول لهيئة تنين مرعب. هيئة تنين فعلا عنده قوة النار. واو. طب انا فين؟ طيب انا مش فاهم، معقول اكون دخلت جوا نفسي؟ في نور هناك. هاي واو، ده في دخان وفي تنين صغير جوا. اهلا وسهلا، اخيرا جيت. وتطلع مين انت؟ هو انت كنت مستنيني؟ انا التنين اللي جواك، تنين النار، ومستنيك بقالي كتير جدا انك تيجي وتخرجني من السجن ده. انت لو خرجتني من السجن ده هتبقى على الهيئة اللي انت موجود فيها دلوقتي، وقوتك هتوصل ممكن 100%. هي لحظة، توصل ان انت ده كله كنت محبوس جوا جسمي، وانت عايزني اخرجك علشان تكون بالقوة دي؟ بالظبط كده، علشان كده قوتك 0%، ولو خرجت من هنا قوتك هتوصل لقوة مرعبة، لان انا مش اي تنين، انا اتولدت معاك وانا تنين النار. واو، المفروض ان تنين النار من اقوى السلالات اللي موجوده عند التنانين كلها. انا موافق، انا اخرجك دلوقتي. يبقى اهلا بيك مع القوه الجديده. هاي اصحوا، انا عرفت اروض التنين، انا عرفت اروده. وانا كمان على فكره انا قابلت تنيني. انا بجد مش مصدقه، انا قلت له تطور نفسك، وهو قال لي ازاي اطور من نفسي. انا بجد مش مصدق اني قابلت تنيني وخلاني بقيت قوي. عرفت اخرجه؟ ايوه انا عرفت اخرجه من مكانه، هو كان محبوس، ولما خرجته من المكان اللي هو كان فيه قوته قال لي ممكن توصل لحد 90%، لان التنين طلع تنين نار. واو، جامد فورتينكا. والاجمد ان في ناس هتزعل النهارده لان هناخد حقنا. جايبنا في نص الليل هنا تعمل ايه؟ واضح انك عايز تدرب لوحدك تاني، ما حربتش من المرة اللي فاتت لما احنا الاتنين اتلمينا عليك. لا بكل بساطة كده، انا جايبكم هنا علشان نكون بعيد عن المدرسة، مش عايز المدرسة يجرى لها حاجة من اللي عملوا فيكم. وهتعمل فين ايه بقى؟ هعمل فيكم كتير، وكل اللي عمله مش عشاني انا، ما زعلش على نفسي، انا كل اللي عمله علشان كلامكم مع اخواتي، وبالذات مع اختي سوزي، بالاخص عشان هي بنت وما ينفعش تتكلم معاه باسلوب وحش في وجودي او عدم وجودي، فاهم؟ طيب يلا نلعب ماتش تاني، نحفل على الواد تاني قوة التنين. وانا كمان ما تتحولش لوحدك، استنى. يلا بينا يلا بينا.
انا جاهز لكم، يلا بينا. ها ايه ده؟ هو ايوتو كام ده؟ ايه ده؟ ما كنتش عامل حسابي على كده. هو عمل ايه؟ بكل بساطة روضت تنيني، قلت لكم حق اخواتي لازم يرجع. ها ها اوه. ودلوقتي هنفث النار من بقي. اخواتي خط احمر. ماشي، واضح ان هو قدر يطور تنينه وقدر يروده. بقى فعلا شخصية قوية ويقدر يتعامل دلوقتي مع المجتمع.